ماذا تعلم عن ظاهرة التسونامي الخطيرة والمدمرة؟ كيف يمكن أن تصيب بعض شواطئ البلدان؟ هل الزلازل هي سبب رئيسي للتسونامي؟ هل هناك أسباب أخرى؟ هل الخسف يمكن أن يكون سبباً للتسونامي؟ طيب، الأهم من ذلك، هل أشار القرآن إلى هذه الظاهرة بوضوح؟ وكيف نتقي شر هذه الظاهرة؟ وماذا وصل العلم الحديث؟ يعني هل يمكن للعلماء بعد كل هذه التكنولوجيا المتطورة أن يتنبؤوا بالتسونامي؟ التسونامي ظاهرة طبيعية تضرب بعض الشواطئ ويمكن أن تقتل مئات الآلاف في ساعات قليلة. هي أشبه بطوفان خفي وبطيء ولا يلاحظه الإنسان العادي، فجأة يضرب ويغرق المئات أو الآلاف، أو ربما في حالات خاصة كما حدث في أندونيسيا قتل مئات الآلاف. نشرح هذه الظاهرة لكي نفهم ما الذي يحدث، ومن أين تأتي هذه الأمواج المفاجئة؟ ما الذي يجعلها تأتي وتضرب منطقة دون أخرى؟ ما هي العوامل التي تؤثر؟ نريد أن نفهم كيف يحدث الزلزال. قبل ذلك أخي الحبيب، أنا أريد أن أريك فيديو تسونامي، كيف يعمل هذا التسونامي، كيف تضرب هذه الأمواج. هو يضرب بشكل خفي غير متوقع، فتأملوا معي هذا المقطع المهم لقوة أمواج التسونامي. هذا المشهد إلى مشهد مدمر، لأن الأمواج تأتي ببطء وتكون مخفية تحت سطح البحر، وتظن أنها يعني تأتي شيئا فشيئا ولا تؤثر على من يقف على الشاطئ. ولكن انظر معي أخي الحبيب قدرة الخالق عز وجل وما يمكن أن تحدثه ظاهرة التسونامي المدمرة. فعلا هي أخطر من الطوفان، أخطر من الطوفان العادي على فكرة. وهنا طبعا على الشاطئ إنسان يسير، أمان، والسيارات كما نرى هنا. يعني انظر معي أخي الحبيب، انظر هنا فقط إلى هذه السفينة التي تقف هنا بأمان، وهذه مجموعة من السيارات تقف بأمان، والناس تسير بأمان، فلا يوجد أي خطورة أو أي مشكلة ظاهريا. ولكن انظر ماذا سيحدث بعد قليل، سترتفع الأمواج بشكل بسيط ومفاجئ. انظر، يعني الذي ينظر إلى الشاطئ لا يرى شيء مدمر. انظر كيف هنا بدأت تنقلب هذه سفن وكأنها أوراق يتلاعب بها البحر. انظر، على الرغم من أن هذه السفن تزن أطنان، وزنها ثقيل وربما محملة ببضائع أو كذا، انظر كيف تنقلب سبحان الله، وانظر كيف كأنك أمام خزان يتدفق منه الماء. انظر إلى السيارات أين أصبحت، التي كانت قبل قليل في الشارع، سيارات تسير، لم يكن أحد يتوقع أن هذا المشهد سيحدث. انظر وكأن هناك خزان فاض ماؤه وبدأ يجرف كل شيء، حتى السفن، حتى السيارات تنجرف وكأنه لا وزن لها سبحان الله. يعني هذا طبعا المصور هنا يصور هذا المشهد. انظر إلى هذه السفن كيف تدمر. والله هذا المشهد يذكرني، هو صورة مصغرة عن طوفان سيدنا نوح عليه السلام. طبعا هذا صورة مصغرة عن الطوفان الذي غمر مدن بأكملها في ذلك الوقت وأغرق كل الكافرين، حتى الذي صعد إلى الجبل لم ينجو لأن الجبال غمرت بالماء في ذلك الوقت. انظر إلى هذه السفينة كيف تنقلب، وطبعا هنا كان شارع، مكان انقلاب هذه السفينة هذا شارع. انظر كيف أن قوة الماء تدفع هذه السفن وتحولها إلى ركام، تدمرها بشكل يعني لا يصدق سبحان الله. انظر معي إلى قوة الماء، انظر إلى قوة الماء والعنف الشديد، طاقة الماء، الطاقة الكامنة في الماء سبحان الله. هذا الماء أخي الحبيب الذي قال الله عنه وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا الماء يمكن أن يتحول إلى قوة مدمرة تغرق الناس. فهو كما أنه وسيلة للحياة، هو وسيلة للدمار والهلاك أيضا سبحان الله.
ومنهم من أغرقنا. سبحان الله. والآن أحبتي في الله، دعوني قبل أن أنتقل للجانب العلمي في هذه الظاهرة لنفهم كيف تحدث. بعد أن رأينا التدمير الهائل، رأينا قوة الماء التدميرية، أود أن أتأمل معكم هذه الآية ثم ننظر علميا وقرآنيا ما الذي يحدث. الله يخاطب عباده: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. انظر إلى التعبير هنا، تعبير جديد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أحد يعلم ما هو جانب البر. ما هو جانب البر؟ اليوم أيها الأحبة، تبين لنا الدراسات العلمية كيف يمكن أن يخسف الله جانب البر، أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. إذا ربط بين جانب البر والغرق، طيب ما العلاقة؟ سنشرح الآن أيها الأحبة. لنفهم ظاهرة التسونامي كيف تحدث، يجب أن ننظر إلى الكرة الأرضية من الخارج. إذا نظرنا إلى هذه الأرض نجد أنها مقطعة إلى ألواح، ليست كتلة مستمرة. إذا هناك بحدود 12 لوحا أو أكثر، اللوح الآسيوي، اللوح الأفريقي، اللوح الأوروبي إلى آخره. هذه الألواح تمثل القشرة الأرضية مع الغلاف الصخري تحتها، الطبقة الثانية يعني. فالأرض الله صممها بهذا الشكل، لم يجعلها كتلة واحدة، لأن باطن الأرض ملتهب، فيجب أن تكون قشرة الأرض مرنة تتحرك. وبالتالي هذه الألواح تسمى الألواح الأرضية، دائما في حالة حركة. هناك أنواع متعددة لحركة هذه الألواح. الحركة الأولى هي الخسف، هكذا أو هكذا، يعني لوح لوح ينزلق تحت الآخر أو يخسف به للأسفل، واللوح الثاني يركب. إذن هذا هو جانب البر، جانب البر هنا. أو أن هذا اللوح وهذا اللوح يتحركان هكذا في الاتجاه الطولي، أو أن أحد اللوحين يصطدمان ببعضهما هكذا فتتشكل سلاسل جبلية، أو أنهما يبتعدان قليلا، ما يسمى بالصدوع الأرضية حيث تتدفق منها الحمم المنصهرة. إذن هناك أنواع عديدة لحركات هذه الألواح. يقول العلماء معظم الزلازل تحدث في أعماق البحار من دون أن نراها أو نشعر بها، ولكن لا نشعر إلا بالزلازل العنيفة التي قوتها أكثر من 7 درجات تقريبا. فهذه يمكن في ظروف معينة أن تولد موجة تنتقل للشاطئ بسرعة مئات الكيلومترات وتضرب الشاطئ، فيسميها العلماء بتسونامي، لأنك الآن خذ وعاء ماء، وعاء، ثم اجعل قعره قطعتين، فإذا زلقت قطعة أو خسفت قطعة تحت الثانية ستجد أنه في الأعلى هناك موجة تحدث تنتقل للأعلى والأطراف، هذا هو التسونامي. أو إذا حدثت هزة أرضية عنيفة نتيجة حركة هذه الألواح باتجاه الأمام أو الخلف، أو تباعدت أو تقاربت، تحدث هذه الموجة التي تنتقل للسطح وتنتقل إلى الأطراف الوعاء. بالنسبة للبحر هي تنتقل للسطح ثم تنتقل باتجاه الشاطئ وتحدث هذا الدمار الهائل. لا 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 شيء يمنع، لأن العلم الحديث أخي الحبيب حتى الآن، حتى هذه اللحظة وأنا أتحدث معك، لم يخترع جهازا يتنبأ بالزلزال قبل وقوعه مثلا بساعات أو بأيام أبدا، مع العلم أنهم تمكنوا من حسابات الخسوف والكسوف، تمكنوا من حساب نيزك سيمر بالقرب من الأرض أو كويكب بدقة، وهذه أشار لها القرآن. القرآن يقول الشمس والقمر بحسبان، بحسابات دقيقة. الزلزال يأتي فجأة، سبحان الله.
والتسونامي يأتي فجأة. طبعا العلماء يستطيعون التحذير إذا حدثت هزة أرضية عنيفة في أعماق البحر، يمكن للعلماء أن يحذروا، ولكن لا تدري في أي اتجاه تذهب هذه الموجة، وربما تختفي قبل أن تصل. لذلك الحسابات الحديثة لا تستطيع أن تتنبأ بأي شيء يتعلق بهذه سوى شيء واحد، أنهم يبنون أبنية مقاومة للزلازل تتحمل مثلا حتى 10 درجات، وبالتالي هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن حماية منها من شر هذه الزلازل أو التسونامي. نريد أن نعلم أيها الأحبة كيف يمكن للإنسان أن يقي نفسه من شر هذه الكوارث. حقيقة حتى الآن لا توجد طريقة تستطيع أن تقي نفسك بها علميا، لأن العلماء لو تمكنوا من التنبؤ بحدوث تسونامي 100% سيخبرون الناس وكل واحد يأخذ احتياطاته، ولكن للأسف قد يكون الإنذار قبل نصف ساعة أو ساعة، يعني الإنسان لا يتمكن ربما أو لا يسمع بهذا الإنذار. أنا أرى والله أعلم أن كل واحد منا أخي الحبيب معرض للموت، وكل إنسان سيموت بالطريقة التي قدرها الله عليه. فجهز نفسك منذ هذه اللحظة، وكل يوم جهز نفسك للقاء الله سبحانه وتعالى، لأنك قد تموت في حادث، قد تموت في زلزال، في تسونامي، قد يكون موتك نتيجة مرض معين، قد يكون موتك مفاجئا، ملايين يموتون سنويا بشكل مفاجئ. فلذلك يعني الموت مقدر على الناس ولا نستطيع أن نهرب منه تماما. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فالأفضل بالنسبة لي أنا كمؤمن أن أعتقد أن الموت كتب علي منذ أن كنت جنينا في بطن أمي، وأن الموت سيأتيني ولن أستطيع الهروب منه. قل إن الموت الذي تفرون منه، تهربون منه، فإنه ملاقيكم. وكأن الموت أنت تهرب منه ولكن هو لا يلحق بك، هو في مواجهتك. انظر إلى التعبير القرآني هنا أخي الحبيب. قل إن الموت الذي تفرون منه، يعني أنا أفر من الموت، أهرب وأعتقد أن الموت ورائي، لا، هو الموت أمامك. قل إن الموت الذي تفرون منه، تهربون منه، فإنه ماذا؟ ملاقيكم. اللقاء يكون لشيء أمامك وليس لشيء خلفك، وبالتالي الموت حدده الله في ثانية معينة، هذه الثانية من عمري أنا أسير باتجاهها لألاقي هذا الموت بانتظاري. فإذا نظرت هذه النظرة للأمور صدقني سترتاح، ولن تستطيع أن تطيل عمرك ثانية واحدة أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا أنه من دعا بهذا الدعاء فإن الله يذهب عنه الهم والغم إن شاء الله. فاحفظ معي هذا الدعاء وادعو به دائما في حالة الخوف، تشعر بالأنس والقرب من الله سبحانه وتعالى، وتشعر بحفظ الله لك فيطمئن قلبك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من كل شر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.